مستحي منهم من زمان مطالع. بسم الله، تونا داخلين الى البر اللي بيسجل بالجي بي اس يا شباب. اعوذ بكلمات الله التامات مشري ما خلق. من البيت لهني 3 تمرات. سعاده من داخلك ما تدري من وين. عرضت كان خلاص، قلت راح انقلب، قلت راح انقلب خلاص. هذا الجار اللي ما تشوفه ما يسلم ما شيء. يقول اليوم الريوق ما في بيض. طماطه واحده وخيارتين. زين المقرمش هذه؟ ايه؟ هذا داخل. يا سلام. ايوه. واستمتع. بالغ من العمر مبلغ وقدره. شكو. شوفوا الحجم ما شاء الله. الحجم وايد كبير. طريق السنسر. بس تجي تحت كذي. خلاص. كل هذول الشغل من ستان ستيل، هني وهني. وهني عندي الدرج بطل. شوف اعطني رايك. ما شاء الله تكبس الحركات. شباب في عنوان طال عمرك، انتوا قاعد تاذوني. موشين توياتك شعل اللي ورا موشين. يا سلام يا سلام. بس قلت لكم جندي جندي مجهول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم بكل خير، يعطيكم العافية متابعينا الأعزاء. وحاليا أول كشتة في الموسم، إن شاء الله يكون موسم حافل في الأمطار. أمس تبارك الرحمن أمطار خير، والأيام الجاية إن شاء الله كلها أمطار بما أن احنا في فترة الوسم. وهذه أول كشتة، يمكن مثل ما عودناكم في القناة أول كشتة دائما تكون إلى منطقة المعشر. سامحوني على الصوت رايح، صار لي 5 أيام تقريبا الصوت لك عليه، بس ان شاء الله يكون واضح وتسمعون كلامنا. الحين نروح حق الشباب. الله الرحمن الرحيم. يا هلا بالشباب. يا هلا بالشباب. شعلي. هلا والله. مساك الله بالخير. مساك الله بالنور والسرور. متابعين فاقدينك. ما يفقدون غالي ان شاء الله. فاقدينك من زمان. موجودين موجودين موجودين. شنو خاش لنا حق هالكشف؟ والله ان شاء الله. كل خير كل خير كل خير. كل خير ان شاء الله. ان شاء الله عندنا خليفه ابو رسلي. هلا ابو محمد. حياك الله يا ابو رسلي. الله يحييك ويسلمك. جاهز حق بدايه الموسم ان شاء الله؟ جميله وسعيده ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. وفي النهايه عندنا شرطي. يا هلا يا هلا يا ابو سليمان. احييك. جاهزين يا شباب؟ عليك جاهزين. باقي ابو خالد. خالد تاخير. ابو خالد بالكويت متاخر، احنا الحين بنقضي طريقنا ان شاء الله الى المعشر. شيلي عط المتابعين وي. يلا عاد شو متابعين قاعد يطالعون مساحتك. مستحي منهم من زمان مطالع. عم طيح الميانة بعد شوي شوي شوي. حبه حبه يا اخوي. حبه حبه. يلا زين. يا هلا بالشباب يعطيكم العافيه. وحاليا ان شاء الله في طريقنا الى معشر، باقي لنا 134 كيلو ان شاء الله الى اخر نقطه في الشارع، بعدها ننتقل الى البر. اسمحوا لنا اول شيء معطيكم ظهري، ولكن زاوية جديدة نبي نجربها إن شاء الله حق اليوتيوب، أساس تشوفون شنو أنا قاعد أشوف. يعني يكون كذي الوضع قدامي وتبين إن شاء الله باكر بالنهار. الحين ناطرين بعد أبو خالد، يبعد عنا تقريبا 100 كيلو أو أكثر، وهو للحين تو داش السعودية، وإحنا تونا مخلصين من حفر الباطن متجهين إن شاء الله الى ام عشر. نشوفكم ان شاء الله اول ما نوصل. بسم الله، تونا داخلين الى البر اللي بيسجل بالجي بي اس يا شباب. نطق التسجيل ونحول الخرائط البريه من شارع الى بر. شذي كون دخلنا خرائط البر ونشبك الدبل. بسم الله. هذا الدبل شبك. هاي الربع جاهزين. الحين نبي نشغل الليتات. روح روح حراسة سيارة. نقول بسم الله. نوريكم طريقة الليت الجديد اللي ركبت على الدعامية، من الليتات الجديدة اللي توها نازلة وفئة جديدة تعتبر عالميا شيء جديد، ومثل فئة الليتات السابقة
هو عبارة عن ليت واحد، ولكن هذا الليت فيه أربع ليتات. عاش لبيت، عاش أيامك هلا بالغالي. هذا الليت فيه أربع ليتات مثل ما ذكر، اللي هو الفلود انتشار والدرايفنج اللي هو بالنص، والسبوت اللي هو يعطيك مدى، وسوبر سبوت يعطيك مدى أكثر. الحين بنفتح على كل شيء مع بعض، نقول بسم الله. هذا بطلنا كل شيء، كل الإضاءة تبارك الرحمن حولي منتشرة الإضاءة إلى مدى أعتقد يطوف الكيلو، وأقدر أتحكم أنا مثلاً إذا أبي بس سوبر سبوت عن طريق الدقمة هذه. طبعاً في دقم عندي كنترول تحت، أقدر أتحكم عن طريق الدقم أو عن طريق اللي هو أي جهاز تقدر تستخدمه، آيفون، أقدر تستخدمه عن طريق الجارمن، أقدر تستخدمه عن طريق شاشة سيارة. الحين المحطة يقول أسبوع لطاف أبرد من الأسبوع. أي ما شاء الله. وهني عندي رقم ثلاثة اللي هو السبوت، وهني عندي رقم أربعة اللي هو الفلود الانتشار، وعندي رقم خمسة اللي هو الدرايفنج. شغلة أنا ضفيته، هذا الدرايفنج شوفوا. طبعا هذا مع إضاءة اللي وراي الشباب، أنا بحطه واحد يعطيني كل شيء. وعندي كذلك كشاف ARB فوق إذا ببطله، شوف ما شاء الله. يعني هذا الكشاف اللي فوق بروحه، شوفه هذا اللي فوق بروحه، إذا طفيته وشغلته شوفه ما شاء الله. وإذا بشغل اللي تحت تبارك الرحمن، شوفوا المدى، ما أدري إذا بالتصوير يبين ولا لا، ولكن أنا قاعد أشوف ليه قدام، يعني حتى قاعد أشوف إن الأرض مرتفعة قدامي ونازلة، واللي وراها شاب، فأدري إن في نزول وورا في مكان مرتفع تبارك الرحمن. ما زلنا في طريقنا، باقي لنا 5 كيلو إن شاء الله إلى الطعوس اللي راح نخيم حوالينها إن شاء الله. هاي إحنا في اليادات، نلاحظ الرملة الناعمة صارت تحتنا، توجهين إن شاء الله إلى مكاننا. صدق فهد سيارتي تلحقك بروحها. لا مو كيف، الله شفيك ما قاعد تبذب. زين نبي ندش يسار هاي شباب، سألني شلون شلون جادات محفرة حي، صرت انا سكين حديدة السكان تلحقك. الله يسلمك، الحين بشوف شلون تلحقني. ما اقدر. ابو خالد، كلمه ابو خالد شوفوا يسمعكم. ابو خالد، ابو خالد، خالد يا ابو خالد. تذكرون مره واحنا قاعد نمشي رادين كان نشوف مكان فيه ماي وفيه نباتات شويه صغار، تخيل ان هذا هو. انا اتذكر 100%، واول شيء طرب بالي السالفه هذه لان انا خزنت كتبت عليها فيضة ابو معشر، كان ماي شويه وهذول كانوا صغار، ما تذكرونهم؟ أنا والله أتذكر 100%. طالع سبحان الله شلون كبروا. إن شاء الله. هاي طبعاً أول تجربة حق اللاند في النفود. هذه إن شاء الله تكون سهالات، أول حكرة كير على اثنين.
هذا اول طعس. تركوا مسافة يا شباب. عند الكشن خلي شوي مرتفع اساس نشوف بصورة اوضح. هنين طالع التضاريس. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله يا العشب تبارك الرحمن مغطي المكان تبارك الرحمن. هني أنا كاتب مخيم 2017 هذا المكان بالضبط كنا واقفين فيه. شلون؟ نتفحص بس المكان. ما شاء الله ما شاء الله. من عنده ديرة يشوف للشمال. بالضبط يمينك بالضبط. نعم. ما ينفع افضل زاوية ان نكون في هالمكان. صدمة معشر شي كله عشب. يعني شنو صاير المطر السنة اللي طافت؟ والله يعني تذكر قبل ما في ولا نبتة خصوصا هالمكان اول طعوس ما فيها نباتات كلش. هذا اشرح مكان يا شباب يعني ارض شرحة شي دار مدارك. نقدر هني نصفط قعدتنا يمين كل واحد يضبط مصفط سيارته شيء. يا مساء الخير عليكم جميعا. يا هلا يا هلا. وصلنا مكاننا ولله الحمد. هلا صح كلمتك انا على خطه بالجهاز. ايه قلت لك خلينا نسويها الحين نصور فيديو لقطه. ايه طفي ليتاتنا. ايه نرفع الكاميرا الدرون. ايه طفي ليتات ونشغل ليتاتنا كنا تو جايين.
ليش تبي تسوي شيء؟ يعني المنبر حلو، شوفون المنبر كامل بشكل عام. الله يسلمك. كافي وجودكم الحلو يا شعلي. انت الحلو كله. يعني نضبط الشغل هني يا شباب. شوفوا الارض مايله بس بكل بساطه بالشبل. انا حطيت هناك رمل قدام تاير اللي هني وحفرت التاير اللي ورا وصارت سياره سيدي. كانت سياره طايحه كذي. شوفوا يدي شي طايحه السياره. فبس تعادل بالرمل. يعني شوفوا اعطيكم اضاءه شوي. شوفوا هني حطيت رمل شوي تحت التاير وهني حطيت رمل هم تحت التاير. شوفوا ابو خالد الحين هني قاعد يحفر عشان ينزل الاسدام. يعني الموضوع جدا بسيط اذا تبي تحل الموضوع بسيط. شوفوا هني حفرت خلاص تصير سياره سيده حسب الميزان اللي انت سويته. جعلي هلا بالحبيب. نقول حق ابو خالد الحمد لله على السلامه. اول شيء نقول الحمد لله على السلامه. ثاني شيء كلمه حق ابو خالد. بما انه تاخر على هذا يوتيوب ولا شنو؟ لا انت شو تشوف شنو الكاميرا شنو هذه؟ اي هذه كاميرا يوتيوب او بودكاست. شنو اي قول. والله شوف ما تاخرت شيء. اعبر على المشاعر ساعه. لحظه انا ما اقدر. خل اطلع وياك. يلا ما اقدر اعبر على المشاعر. ليش؟ ما خلف الكواليس. ترى يا جماعه الشعر من قبل كورونا ما يم معشر على فكره. اي والله من زمان. انتم متخيلين انه هو ما يو ويانا من قبل كورونا؟ من زمان. احنا ليش جايين طالع الشاشه هني طالع العدسه؟ ما ادري. انا احس وجهي قاعد طالع هناك. ليش؟ هني العدسه يا حبيبي. اي والله. وهني عندنا ابو خالد المتاخر. يا تعال سلم على المتابعين. السلام عليكم. يا هلا. شنو الخاش حق المتابعين؟ ما اسمع. شنو الخاش حق المتابعين؟ الحين ايه نصور التجهيز اللي خشينا من زمان. ايه باكر اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. خلاص في زهر الخير ذكرنا لا تنسون دعاء المكان. طبعا اي مكان تروح له لازم تقرا دعاء المكان. كلكم كل اعضاء الفريق يقرون دعاء المكان وان شاء الله ما يحوشنا شيء في الاذكار. دائما خلى الاذكار وياك سواء بالليل اذكار المكان اذكار الصباح بالطريق دعاء الركوب دعاء السفر كل هذول لا تنساهم في كل رحله. ليتاتنا نبطل مطبخ ونعيش حياتنا. فهمت؟ بلس واحد. اسمع هو قاعد يحاول يضبطنا. انا قلت له بلس واحد صفحه سوداء صارت ابو خالد. ها؟ شي رد ينظفها العين. يبي له دهر. الموسم كله ما يضبط وياه. اسمع عاد انا لا اكس على واحد. اسمع من زمان مو معطي تقييم ارقام. سالب كم ابو خالد عطني بسرعه. سالب 16000 للحين. بس 16000 المفروض تجيب مليون. 6 مليون عشان اعطيك يبدي حق باكر 16000. لا انسى الارقام حق باكر. تعال تعال امتياز قطيتوني فيه. لا سلامتك ما يصير. سلامتك ما يصير. كنت سالب 17000 بس عشان القهوه خليناك سالب 16000. زين مو 16999. حلو. عاشت ايامك حبيبي. ايش قاعد تسوي؟ قاعد اشوفك تحوس. رديت ركبت الشبل. وين الميزان اللطيف هذا؟ يا سلام. شت سوي النومة هنية. يا سلام. شنو الشبل مالك؟ عرضك؟ ايوه شغل ليتك خلينا نشوفه. ورنا. شوفوا يا جماعة. مع ان الليت بينا. شبل راينوراك كلنا تقريبا معتمدينه في احجام. الشرطي حاط الحجم هذا، انا كذلك نفس الحجم. الشعلي حاط الحجم الاكبر. طبعا هاي نفسها الماركة مالت السلال ملوتنا. هي راينوراك مع الاكسسوارات مثل الاكسسوار دريل هني هم نفس الاكسسوار انا حاطه حق دريل وشطي نفس الشيء. هذا تقدر تشفس الاريل تنزله تقدر ترد تصعده تبي تخليه بالطول بالعرض قدام كيفك تشفسه بكل سهوله مو تنام شطي. والله على هالقهوه المفروض اصحى بس راح انام. لا لا شطي والله في النوم. لا لا شطي تعبت والله تعبت. شنو غطتنا اليوم؟ ضبط العشاء. اشوف عندنا مشكلة. شنو المشكلة؟ هذه تشكرت كذي بالدرج من هني ونوت. شنو اشوف ورني؟ شوف ارفع. اي عشان تنوي صار تاخر. زين
ايه في محل حداده قريب. حلو. الشباب حطوا ايدهم معاي. ايه. رده طبيعيه. زين. من اعطيه ذا وياك؟ انت على ابو خلاف. بس حالها اتوقع ابو خلاف. ايه مسوي كذي. والله ردها العكس. ايه بس ضبطت. هلا ابو خلاف. هلا ابو محمد. ها. ها. مشاكل تحلها لازم بعد. كفو والله كفو. ساعد الربع. كفو. كفو كل طيب. ايش قاعد تسوي انت؟ حط الكرسي واسوي الطاولة. ايه. ذهب الشغل. ولا تبون عند المطبخ نفس القطاوة ناكل. كيفك؟ ها؟ كيفك؟ جوعان انت؟ احسك متعشي. لا والله وين متعشي. كيد؟ والله العظيم من البيت لهني ثلاث تمرات. بس. الحمد لله بس تستاهل. نعم. العشاء من الشعلي الحين تستاهل الطيب. ما يقصر ما يقصر ابو احمد. طيبه يا عشان ما يعدونك صح. وش تاخذ شوي على ماي اقطع. اي ليش ما عندك ليش ما احمر خلاص طف الليل خلاص. مروحة على الحشرات. مروحة عن الحشرات. ايه شقوني كل شوي يطبون بالمقلب. ها اشتغل. ها المروحة. ما قاعد توصل شيء عطني هنيك. تقدر تعطيني؟ ما توصل. هناك احسن من الهواء. شوفوا ما شاء الله معتمدين. ليت الكيسي البرتغالي سايكلون من افضل الليتات. شوفوا المكان كله تبارك الرحمن نباتات والحشرات. شوفوا تصوير ان شاء الله وايد منتشره الحشرات حوالين الليت الابيض اللي ورا مال المطبخ. بس الليتات الصفر وايد اقل نسبه الحشرات. طبعا الليت الاصفر او البرتغالي يعتبر اول شيء مريح للعين تقدر تقعد وانت مرتاح في الكشته. وكذلك بالنسبه حق الحشرات يكون اقل. يمكن المكان واحنا جايين على ليت السيارات الاف ملايين من الحشرات ما شاء الله. الحين من نشب ليت ابيض خلاص يتجمعون وايد اخف صايرين في الليت البرتقالي. يا جماعة بنوريكم النجوم. شوفوا المكان اللي احنا قاعدين فيه. لان من تكون بعيد عن المدينة خلاص السماء فوقك. تبارك الرحمن كلها نجوم. ها؟ ليتات سيارة بترك. ان شاء الله تكون تبين. شوفوا ما شاء الله. بارك الرحمن. شوف الكميه في العين. نشوف ما شاء الله السماء كلها نجوم ولكن هذا اوضح نجم. يمكن هذا اللي نعتمد على القبله نعتمد على هالنجوم هذول الثلاثه اتجاه جبلتك. شلون نعرف وين الجبله وين الكعبه حق الصلاه؟ عن طريق هذولي ثلاث نجوم اتجاههم. يمكن يلقبونهم في الإمام والمصلين. هذا الإمام اللي قدام وراه ثلاث مصلين يكون هذا اتجاه القبلة. فخلاص في الليل تدري من ترفع راسك في السماء تشوف هذولي ثلاث نجوم تدري ان هذا مكان القبلة. قاعد تسوي ابو خالد؟ طحت عليك. قاعد تلعب صح؟ لا. شنو عيل؟ شفت الكفر مال الثلاجه؟ ايه. من تحت؟ ايه. هذا الشيء من شق يمكن ولا شيء قاعد يحك بالسلايد وانا اسحب. اوه. يلا حلها حاول تحلها عاد. توني رفعته وحشرته داخل عشان تحت الثلاجه عشان ما يحلها. يلا زين.
شباب طف اللي تلبيض اللي ورا هناك. فيها سبيشاليتي ولا ما فيها؟ الحين؟ مو الحين عقب العشاء. نبي ننام، احنا نبي ننام. نامون خلاص. شباب طفوا الليت الابيض خلاص، الليت البرتقالي والليت الاحمر عن الحشرات. هذا واحنا في بدايه الموسم ما شاء الله. يعني عاده الحشرات وقت الربيع تكون الارض خضراء، شوف كلها حشرات، لكن ما شاء الله الارض كلها يعني كلها نباتات عكس السنين السابقه. كانت الأرض صحراء، الحين ما شاء الله الظاهر من المطر اللي حاش السنة الماضية يمكن بداية الموسم، تبارك الرحمن الأرض وايد مربعة. وهذه كانت بعض من فعاليات اليوم الأول، يمكن ما شاء الله الجو خيالي تبارك الرحمن، الجو ممتع. وكذلك بس طفنا حدود الكويت ما شاء الله، يعني بس دخلنا السعودية خلاص رد الشعور مال ان الموسم الكشتات بلش، وان شاء الله تكون بداية جميلة في هذه الطلعة. طلعتنا اليوم معشر، يمكن تعودنا احنا كل سنة اول طلعة تكون بمعشر، بعدها يبدي التنوع، يمكن مو كل الشباب جايين لظروف معينة، اللي مسافر اللي ما يقدر، باجي ربعنا صلال وعيادة مشاري اخوي غيره من الشباب، ان شاء الله ما نكون ناسين احد، ان شاء الله نشوفهم في الطلعات الجاية ويانا. الحين نشوف العشاء ايش يعني بيسوي لنا عشاء، وبعدها قاعدة خفيفة وبسيطة، بعدها ننام ان شاء الله، وباكر يبتدي يومنا اليوم الجديد اللي هو خلاص من الصبح يكون في الريوق والجولة والقعدة وكل شيء. بس تبارك الرحمن الجو خيال، والنفود من دشينا من البر يعني شيء شعور شعور ما اقدر اوصفه من داخل. يمكن اللي دش السعودية أو راح البر هالموسم يمكن من أول نومه راح يحس بالشعور اللي أنا قاعد أحس فيه. تبارك الرحمن شيء سعادة من داخلك ما تدري من وين، بس هي من البر والكشتات وموسم الكشتات. شفت أنا مياكم متأخر إيه صح صح، وقاعد أقول لك اليادة اللي دشيت منها غلط، مو نفس اليادة اللي انتو قلت لي عنها، انا كنت مضيعها تمام؟ حلو. فسويت لي يادات بروحي، كل شوي تتغير اليادة. حلو. كل شوي اروح على يادة تقربني على المكان مالنا. حلو. عشان اشوف طعوس، قاعد اقول لك قاعد امشي على طعوس انا. انت قايل لي يادات، انا قاعد اقول لك اصعد على طعوس وانزل اصعد. والمفروض ما في طعوس. المفروض ما في، بس انا من مضيع اليادات فمشيت عليهم. حلو. عشان اشوف يادة صاعدة فوق طعس، قلت اكيد سيدة من فوق دام انه مرتاح. بس هو شو مسوي؟ جاي جنابي، يعني هو جاي من هني وانا جاي كذي. من اللي جاي هذا؟ الريال الدبايه مالته. انا جيت اصعد كذي ورنه. حلو. ولا قص. حلو، صار تكفى. هذا تعرف لي هذه؟ هذه صارت وانا نازل السياره كذي كذي كذي، انا كان تعرض كذي. عرضت كان خلاص، قلت راح انقلب، قلت راح انقلب خلاص. سبحان الله لفيت السكان ولا على طول تعدلت. قول الحمد لله. اي والله الحمد لله. لا تعيد كره السنه الماضيه. عرفت اللي تعيد خمر باللاسلكي كذي عشان لا تصير كل بدايه موسم قلبه. نبي الموسم نعديه على خير. هذه التعويذه تصير مالت القلبه لازم. لا نبي نعدي هالموسم على خير. لا الحمد لله امور طيبه. الحمد لله. ايش قاعد تسوي انت؟ انا؟ خلاص بسك حوسه خلاص. لا مو كسرت شيء بالثلاجه. بعد؟ استغفر الله. هذا اللي لا يجيز شيء. شعل هناك. شوف شوف. يصور بخلاف، شعل يسوي العشاء. شوف شب ولا يتات كنا. نضبط العشاء، مسوي شاورما دياي ان شاء الله. ايه. مبطين المسائل. سلام عليك، سلام عليك. شاورما دياي ها؟ ايه. والله. شنقال
شلون مروحة عدت ولا بس كذي؟ والله بس كذي بصير. ما روحت الحشرات؟ لا. تحط مروحة هني. دبل بعد ها؟ دبل ايه. يعني عشان يوخر الحشرات هوا. آخر شيء بس صوت كنا ها؟ والله ما طالت مع الحشرات نهائيا. شوف يا الحبيب. شاورما خيالية من الشعلي. شعلي. نعم. تعال قول شنو خلطة؟ شنو خلطة؟ جو بارد. قوطي شاورما. جاهز. قوطي. شلون قوطي؟ قوطي مثلج جاهز. سمعين يعني ولا شو؟ إيه. صدق؟ واو. أوه. مع نبات يعني. إيه قوطي مثلج. ماركة نبيل. نبيل. حلو. أردنية خوش ماركة. حلو. تعالي السعر عشان تشوفني. زين. وثوم من الجمعية بعد هم جاهز. ومخلل جاهز وخبز جاهز. ها. والله بس الشوله. كذا جاهز ها؟ سريع يا جماعة. قوية وسريعة. نبي واحدة ثانية شعلي. في ولا خلص؟ ايه في جاهز. نبي واحدة بالحشرات. بالحشرات أشهر شيء شب الليت بس. شب الليت أفول لك يا حشرات. ها هذه قهوة شي؟ تسلم. سعد الله صباحكم بكل خير يا متابعينا الاعزاء. الله صباحكم الله بالخير. هذا يومنا الثاني في معشر. امس وصلنا بالليل كن الساعة 10 تقريبا. 9:30 ونمنا شوي مبكر. يعني مو عادتنا العادة اول يوم خصوصا اول موسم نسهر ليل فير. بس زين نشوى الحمد لله ان نمنا وارتحنا يعني اهم شيء نرتاح بالنومة. تقعد من النوم الشعلي مسوي هذا فقرة القهوة عنده القهوة المختصة. القهوة تسلم ايدك. الله يسلمك. هلا بخلاف. ابو محمد صباح الخير. صباح النور. خلاف بعد الصبح قاعد ابشر اعطاها فقرة تمشى فوق الطيس. يتمشى فوق الطيس. تمشى فوق الطيس. يعني هذا ورا تمشى تحت الطيس. ورا ان انا اشوف اثر. ايه. او شي عبالي بعير. لا لا في اثر. في اثر بعير. في اثر. خلاص انت بسايرة ولا شنو ولا ما شفته؟ تدري بيتي على ثلاث شوارع فاشوف كذا. بس هني يسمح لنا المطبخ جاي على جيراننا. ايه. شوي يسمح لنا. الله يسلمك قلبك. هذا الجار اللي ما تشوفه ما يسلم ولا شيء. كله نايم. يعطيكم العافيه يا متابعينا الاعزاء. اليوم يومنا الثاني في معشر بعد فقره القهوه والتمر والسوالف الطيبه مع الشباب والكل قاعد الحين. اكيد راح تكون فقره الريوق من يد الشعلي. هنشوف اليوم ريوقنا مختلف. يقول اليوم الريوق ما في بيض ما في الشغلات هذه ما ندري شنو الريوق. الحين بنروح نشوف شنو مجهز لنا في هذه الكشتة. طبعا مطبخ الشعلي والشعلي رايح هناك. انت وين رايح؟ مطبخ المطبخ. شو عندك؟ ضبط ريوقنا ان شاء الله. شنو ريوقنا؟ تروية لبنانية يا خيي. اللي بدون بيض تقول لي من الديرة يقول لي بدون بيض. شنو؟ المكونات يعني؟ اي شنو الريوق؟ لا مو الحين. ألف شوف انا لازم اشوف. ايه انزين نبي كذي مقدمات. ما في فيها لبنه. ايه زعتر كذي شيء خفيف شوي. ايه بس طريقه ثانيه شويه مختلفه يعني نوعا ما. مختلفه يا خيي. ايه لازم تجيب لبناني. يلا نجهز مقادير الريوق. الشيف قال لنا طماطه واحده وخيارتين بالملي لا تزيد عنهم. طماطة وخيارتين. هذا ماشي تحت. افتح كاميرا.
في شيء. ما في اي شيء في بيت. شوف ليك فلو. عاش الشعلي عاش عاش من قال يلا بعد ما يصير للحين ما تبي تقول لنا شنو الطبخه بس جاهزه شنو قول لنا جاهزه شنو هي فيها لبنه وزعتر ومقدوس ايه وخيار ها اطلع ابي طماط هات لي انا بدون مقدوس لو سمحت والحلو اللي فيها شنو انت الحلو خبز المقرمش هذه ايه هذا داخل يا سلام يا سلام يا سلام ايوه طيبه كذي ايوه مستمتع يا سلام عليك يا سلام عليك واحد يتلقاها حياكم شباب الله يحييك بعد الريوق شوي بطلون المظله وهذه اول تجربه حق مظله الاي كامبر هات الشيل اول تجربه لها شوف قاعد يدرسون كي تشاورون شنو داخل كي يشوفون شغلات طلعت مبروك ما شاء الله ما شاء الله بعد في طقة هذه مظلت لاي كامبر هذا العكس الحين هم قاعد يكتشفون الربع بعدين خلاص رايك الموضوع سهل تطلع كما وقفوا في جلسة اليوم رقم 635 راسنا كانت حكم واحد رغمه الحين طبنا راسنا فين في احكام صيفية وهذا الف بموجب القانون رقم 602 على 2015 ما يتم 2023 حلو نضيع حتى السنة جلسة تحقيق مع الأخ أبو خالد طلع كل هاللوهي علي؟ البالغ من العمر مبلغ وغدره شكو نعم لماذا تأخير يوم الأمس؟ بتاريخ كم؟ حسب ساعة 16/11/2023 مصادف يوم الخميس ما يتم جمادي الاول. متأكد من الشهر؟ ايه. زين اي سنة هجري؟ 1445 اكيد غلط صح 100% نعم انت شاك بعمرك انا ما ادري انا السيف كالمطرقة وما يصير الوقت يقص عادي تفضل المهم انت الحين جلسة تحقيق مالك حق تعلق على القاضي رجاء تفضل ايه ليش تأخرت امس؟ يا حضرة القاضي شوف أول دام فكر ايه قاعد يلف بلف ويدور لا أعطيك الكلام المنمق تفضل اسمع الكلام المنمق يعني مرتبة حيل حلو طلعت من البيت قلت بروح شويخ بدفع فلوس حق الشباب الطيب ايه حلو وعندي مشاوير ثانية حلو أولهم بعطي الريال الأغراض اللي خلاها حلو تمام خلصت من القصة زين حلو عقب ما خلصت يطلب من امين الجلسه قص اللقطه لا تقص موجوده بالمضبوطه اي ولي مضبوطات من لحم مضبوطه مضبوطه يا حبيبي مالت هذا اسلم فوق محكمه وين الحاجب وين هذا ما في كله ما سكرتير الجلسه كله منتهي حتى بعد شوي دام انا حتى كاس قال لكم مبكر عشماوي اخلص زين رحت اربي خلصت شغلي خليت اغراضي نعم تواعدت مع الريال حلو اعطيته اغراضه وقعدنا نسولف وانتشار شوي دردش حلو اي هذا يمكن ربع ساعه نص ساعه ثلث ساعه حلو كان واحد ثاني يسولف معاي حلو جاي يسالني عن شغلاته وشي يسولف هذا دشينا بمواضيع بعيده خلصت هالمشوار هذا كله تقريبا بساعه حلو حلو صارت ساعه كم؟ ما ادري
واحدة ونص، واحدة ونص، ثنتين لربع. حلو. تقريبا كذي. بعدين وين رحت؟ وين؟ فخري. حلو. عشان فكر على فخري. لا عشان تروح من هني لفخري، من أوربي لفخري، بهالوقت كم يبي لك؟ 16 دقيقة. تقريبا ثلث ساعة. حلو. من أوربي لفخري. تقول زحمة سامحة. صح؟ إيه. أنا ما رحت من الدواعيس، رحت برا، شارع رئيسي. زين؟ ما لقيت مصفوفة. وصلت لي عند بالنص ورجعت. روح لي بالنص وارجع. نقطة حوار سؤال. نقطة نظام. في فخري شارع للتريلات. ما رحت له. يبعد بينه وبين اور بي سبع دقائق ما يبالي ثلاث ثواني. ما يبالي هذا. حلو. انا اقول شلون ربع ساعة او ثلث ساعة. انا فهمت انه راح سهل. المفروض اربع دقائق. انت اللي بشارع ادوات النجارة هذا. ادوات البناء. حلو. ما لقيت مصفط. خبرك سيارة عودة مو اي مكان اقطها. صح اروح ولا شو؟ صح انت يمكن ست سبع دقائق على ما لقيت ما يصير تسلك انت. زين بس نقطة نظام انتهت الجلسة محروم ويعدم حالا بالا. محروم من وايد شغلات. يعدم الان. تصريح خالد محروم من وايد شغلات. يعدم الان. خيمة الشاور وعزكم الله الحمام من اي ار بي. اول شيء شوفوا الحجم تبارك الرحمن، الحجم وايد كبير. هذه اول ميزه عندنا في هذه الخيمه. الحين زين نبطل بس هذه واحد اثنين ينزل معانا بالشكل هذا. ما شاء الله هني عندنا هذه الارضيه. الحين راح نشوفها مع بعض. هنشوف اول شيء الفصالات. شوفوا طريقه الفصالات، بس تفتح الى ان يطق خلاص كذي تبطل ويانا ولوك، ولا راح يفتر ولا يتحرك مع الهواء ان شاء الله. كذلك الثانيه، هاي الثانيه خلاص ثبتت. شوفوا الحجم ما شاء الله، الحجم وايد كبير مقارنة بالاشياء اللي مثلها. نبطل الحين نشوف ما شاء الله. طبعا هذه الارضيه اذا تبي تاخذ شاور في مهرب ماي، نوريكم مهرب الماي. شوفوا يا جماعه هذا مهرب الماي اللي اذا جيت تسبح خلاص تضمن ان داخل الارضيه نظيفه، الدش حافي خلاص الماي ينزل من هني ويطلع برا عن طريق هذا المتر. يعني وانت مخليها كذي خلاص الماي كله يطلع برا الخيمه بدون لا تضايق. يعني عاده احنا لما ندخل لازم كل ساعه تبدل اللي بريولك او تنظف قبل لا تطلع، وعزكم الله النعال او الجوتي اللي بتلبسه. هذا امورك بالسليم، انت قاعد داخل ما في رمل بالارضيه وفي مهرب حق الماي يطلع بكل سهوله. خل اوريكم احد المميزات الغويه في هذه الخيمه، خيمه الشاور وعزكم الله الحمام. عاده يكون لازقين في سياره، يعني ماكوله ربع المسافه على قصه البدي مال السياره. يعني شفتوا القصه اللي هني دائما يكون مغطيها. اما هذه شوفوا شلون بارز برا، طالع برا، هو تصميمه برا. فلما تي تبطله عن السياره عاملين حساب انه في مدقر، عاملين الحساب هذا، والخيمه فوق تكون ثابته في مكانها الطبيعي. يمكن في ناس يبرزون هذا برا، يخلونه برا طالع لذاك الصوب اساس انه يكون اصير وياكم. ايش رايكم؟ يصير وياكم يخلون هاي القاعده برا عشان ينزل عزكم الله الحمام سيده، ويصير شكله قبيح وهو مسكر لانه يكون وايد برا. فمع اي ار بي مخلين هذا داخل نفس مكان الطبيعي، ولكن الشاور يبلش من مسافه فيخلين لك الجزء هذا كله فاضي. فما نوكلت مساحه الحمام العاده شي تنوكل لهني من المدقر، ويكون عندك مساحه صغيره قدام. وغير هذا هو حجمه كبير، هو حجمه وايد كبير ما شاء الله. وعاملين حسابهم انه عائلي اذا ام مع طفل، يعني لجانب بما انه شغل استراليا، انه حاطين بالهم انه مثلا اذا كانوا يبي يسبحون ام تبي تسبح طفلها او شيء كذي، يدشون اثنينهم داخل امورهم بالسليم، ان المساحه تكون وايد كبيره. هذا المهرب مال الماي اذا قعدت تغسل او تسبح الماي يطلع لي برا. الارضيه كلها نايلون كذي، فتضمن انه ما في رمل ولا طين يصير عندك داخل. شوفوا المساحه الداخليه ما شاء الله، هذه مساحة بالكامل. شوفوا وايد فتشة
مكان وايد كبير اقدر ادني اقدر اروح فامورك بالسليم راح تكون جدا مرتاح. كذلك في اماكن حق الاكسسوارات اللي داخل. شوفوا هنا عندك هذه الجنطه، الجنطه تقدر تحط فيها اغراضك، كذلك هذولي تبي تحط شامبو صابون كل اغراضك تقدر تخليهم دار مدارك عن طريق هذه الاجنار. كذلك هنا في جنطه بعد في الزاويه هذه شوفوها، وعلاليق هم في علاليق فوق تقدر تعلق كل شغلك، تبي تعلق الشاور كل اغراضك تعلقهم مع المرابط. اذا تبي تحط لك شيء تعلقه هم كذي نازلين لتحت، فكل اغراضك تدخلهم وياك بكل اريحيه، حتى هدومك تقدر تعلقهم فوق. امورك بالسليم. يلا يلا حياك حياك حلا خلنا نستمتع في الاجواء. لا يا ولد خير الامير يحط ايده اول شيء. بسم الله انت غشمر ايش دعوه يبا ايش دعوه ترى غشمر هذه بشوكه ولا قفشه ولا شيء؟ كل شيء تحس. ابو خالد ما نطرناه، خلنا ننطر ابو خالد. الف هذا ننطره. انا باكل بيد واحده. بسم الله. نكهه بارده. جميله. ما حط فيها شيء. كاكاو داخل فيه، كاكاو داخل فيه، كاكاو داخل فيه. 700 كاكاو. داخل كاكاو. داخل كاكاو. مبروك عليكم يا الربع. الكاكاو. مبروك. سكر 7 ملايين بعد شوي. عندك انسولين؟ موجود. موجود ها؟ خلي النص حق خالد؟ اي نص. سوي لك كيكه بروحه. اي حوفها. هو حوف قصدك؟ ايه ايه. شكله ملح الكاكاو بعد. بعد؟ لا هني غرقان. والله. والله. لانه غرق بالاطراف بالنص مضيق خانتنا. قاعد اسوي كذي مستانس، قاعد اسوي كذي يطلع وياك. بعد ما تنقض هذا تنحفر. شوف شلون غرقان. هي عندنا طريقة حنفية الشيء اللي مسويها. شوفوا. طريق السنسر بس تجي تحت كذي خلاص توفر لك نوعا ما الماي بدل لا تبطل المضخة على طول، بس اللي تبي خلاص وقف. لو تبيه على طول إذا تبي مستمر ها؟ ما نبي على طول خلاص. نبي على طول. خلصنا من مطبخ الشعلي. الشط يعطيه العافية قاعد يغسل. شعلي. هلا. بس ها ما رأيتك مطبخ يا أخوك. يلا نشوفه. ما جيت. شو السالفة؟ يلا. سريع كذي؟ ايه بسرعة. بسم الله الرحمن الرحيم. منطر زين. مطبخ قلت لي مطبخ. قاعد اصور. قاعد اصور يا اخوي. يلا انطر. انطر يا حبيبي. متحمس حمسني. زين بوريك انطر. بسم الله الرحمن الرحيم. انا بوريه وهو مستعجل ما ادري ليش. انطر. متحمس. انطر انطر يا اخوي انطر. اشوف اشوف اشوف. انطر. اشوف اشوف انا. انطر بنوريهم شوي 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 شوي. يلا. شوفوا يا جماعة. ما فيني صبر هذا. ما ادري ايش فيه. هذا درج اي ار بي اول شيء. يجي جاهز من استراليا. حلو، هذا الدرج الاول المتعارف عليه مال اي ار بي. درج حاط فيه كل اغراضي، كل شغلي مال الطبخ والشاي والقهوه، كل اغراضي داخل، وقالي اغراض شاي القهوه، القهوه المختصه، كل اغراضي داخل هالدرج. طبعا هذا لوك انت بطله خلاص ما يسكر الا لما تدز خلاص يرد يقفل. طبعا عندك مفتاح هني اذا تبي تقفله، احنا ما نحتاج ان شاء الله. اما هذا الشيء الجديد لايت كيتشن. يلا شوف بما ان شعلي يحب المطابخ تفضل تقدر تسحب. أقدر. شوف الايوان يوصل اول شيء تبطل لاخر شيء، وعندك هذه اللي هي طاوله التقطيع. بسم الله ما شاء الله ما شاء الله. وهني عندنا الشوله. حلو زي هذا. لا دقيقه 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 ابيك تشوف الترتيب تعطيني رايك. يلا خلنا نشوف. حلو هذا خلنا نوري للمتابعين اول شيء. هذا درج حق البهارات. يعني وانت تطبخ هني عندك هني طاوله اقدر استخدمها حق التقطيع او اي شيء خلي اغراضي، وهني عندي طاوله ثانيه كل هذول الشغل من ستانلس ستيل هني وهني.
وهني عندي الدرج بطل. شوف اعطني رايك. ما شاء الله تكفش الحركات. تكفى ايش رايك؟ والله نار. بنوري المتابعين اوريكم بس الشغل الطيب. ايش يعني؟ ايش رايك؟ تكفى شنو هذا الغلطه؟ عطني من قريب ابي يعني. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. شيء صدق الحركات ناريه. شوف يا جماعه. ايه؟ يعني شيء مرتب حيل هذا. كل اغراضي هنا راح اوريكم هذه حق شنو؟ كل معدات الطبخ موجوده. كل اغراضي مالت الطبخ موجوده. تبي تطبخ حق عيش حق شوي حق دوار سعادة كل الأغراض اللي تبيها موجودة. شاتشين كل الأنواع موجودة في المكان هذا. قطهم قطعة الأمور طيبة الأمور طيبة. هني كل علب البهارات ولكن لي الحين ناطر شوي عشان نضبط البهارات واكتب عليهم فوق. هذا حق الملح يكون بروحه غير أكبر. إيه كل شيء في درج واحد. فوانا اطبخ خلاص حبيبي. هذا شيء صدقي. حاضر والله شيء قوي. حاضر حاضر في منك صغير شوي. حاضر فيك صغير كبير اللي تبي كله موجود. وهذا حق شنو هذه؟ الحين اوريك الحين اوريك. لا تستعجل على رزقك. خلينا نضبط الزاويه حق المتابعين عشان يكونوا ويانا. يلا سنة في الرؤية وضحت شوي. ايه هذا هني الكب كذي حق وقت الطبخ. شوفوا يا شباب اقدر اعلق اغراضي هني اللي انا قاعد اطبخ فيهم الحين. والشيء اللي مثلا على سبيل المثال سكينة اقدر اخليها كذي بس حق الطبخ. هذا كله ينقسل بعدين لو انه يصير فيه وسخ. ولكن اي شيء الحين قاعد استخدمه قفشة شوكة كل هذولي على سبيل المثال قاعد اطبخ بهذي. ها نفس الشيء هاي تخليها كذي قفشه وشوكه وسكين. اقدر اخليها في هذا المكان. فشغلي السريع يكون هني وتعلق شغلك تستخدمه. زين بعد عندنا هم شغله. عندنا بعد في بعد شغلات. في شغلات عندنا اللي هو المغسله. شوفوا المغسله يا شباب. هذه تركب في الخلف. نروح ورا عشان اوريكم. شوفوا يا جماعه هذه ها الشيلي هذه حنفيه تهزيرها كذي. ها ايه هم فيها هوك هني في اماكن هوكات. هذا هوك سوي كذي خلاص اثبتت. تقدر تغسل فيها وتستخدمها في هذا. حلوه توفير ماء. تجمع ماء هني وتغسل شغلك وبعدين الماء يوصل تصب. شو اوه يا ربي ترى انتوني لاحظ اكتب عليها هذه. اي والله خيال ما شاء الله. تقدر تخليها هني وتغسل اذا تبي تنقع الماي او تفتح لها فتحه. عاده اغلب الشركات يخلون المكان مسكر. انت اذا تبي تخلي مهرب ماي هني انت تفتح فتحه وتحط لك مال المهرب مع الهوز حسب حاجتك. الحين نبي نبلش في التأليفات الجديده. يلا والله تأليفات بنور الشعلي. بنور الشعلي تأليفات. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام نكون صاحبين بنشغل الكهرباء. شغاله مين تصدق الكهرباء شكلها الحين عشان نوري المتابعين بعد نوريك يعني شوي لو سمحت. تفضل. شو نبي نسوي؟ نبي نطلع جماهير الهواء دايرك على العين الحنفيه سوبر عشان ها عرفت الحين جديد. هذا ما شفته. حطيت لي مضخه ثابته في السياره حلوين. وهذا الهوز راح يكون هو الهوز حق كل شيء. يعني هو حق الشطاف وهو حق المغسله وهو حق كل شيء. ووحدت الكوبلنجات راح نثبت الكوبلنج الاول تحت. هذا طاعجها؟ ايه. حلو؟ اخترت الطول اللي انا احتاجه اوكي عشان اذا بتقول طويل ولا شيء ان انا ابي هذا حق الشاور وهو نفسه بس ابدل الراس. الحين انا بحط راس الحنفيه اللي انا احتاجه الحين ابي حنفيه. راح اشق الماي الحين شقلنا الماي. نبي نشغل المضخه. المضخه الحين هو الشغال هذا الباجي اللي بالمضخه. اشغل المضخه عن طريق الكهرباء. الحين اشتغلت معي المضخه الى ان تضغط. الحين يمكن في هواء داخل
طعشت هالطعجة عشان تكون في هذا المكان وتثبت هني. بس اسوي كذي تثبت وياي المضخة تثبت وياي هني. واقدر اشغل الحين استخدم الماي كل اريحية. حتى اذا بيقصر عليه الماي شوفوا المضخة تفصل وترد تشبك كالماي. شوفوا قاعد ينقط اموري بالسليم. شفت لما قاعد اقول لك اذا خليت الضغط خفيف ها؟ سلت هواء 30 بي اس اي. فشوفوا حتى وانا مقصر على الماي المضخه ما تشتغل، اللي يطلع منها بعدين تشتغل، واذا ابي ازيد اقدر ازيد بكل اريحيه ها، الى ان اوصل الى الماي كذي وايد قوي واقدر اقصر على راحتي. خلاص اسكر، خلاص راح تفصل المضخه بروحها. ايش رايك؟ شغل عدل ها؟ شغل عدل. ايش رايك فكرة؟ ممتازة. ها؟ ممتازة. حيل ممتازة. شطي. والله حيل ممتازة. يعني مكان المغسلة وين؟ ها؟ آه؟ ورا، مكان المغسلة ورا. مكان المغسلة من ورا. بس أنا ما أبي. لا بس مكان أنا ما أبي أغسل هني، أبي يمي. يعني شلون الشعلي برا؟ أنا شنو فكرت فيه؟ أن أغلب غسيلنا قاعد يصير برا. أنا تقدر تاخذ شاور كذي. شاور موجود، حمام يا أخوي. زين؟ احنا اغلب غسيلنا هني. انت الحين توه وين قاعد تغسل؟ داخل الحنفيه ولا برا الحنفيه؟ برا صح؟ اي فاغلب شغلنا برا الحنفيه، عندك صينيه كبيره شيء كله قاعد نستخدم برا الحنفيه. صح ولا لا؟ فخلاص الوضوء اسهل كذي. فغسل هني اللي ابيه وقطه هني عادي امورك بالسليم. حتى لو انا مسكر هذه، الحين انا هاي سكرته شغلي هذا مو موجود. حتى لو انا مسكر شوف الامور طيبه، اما انا اقدر استخدم هذه كذي. عرفت؟ غسل يا حبيبي لايك. كم بالمية؟ كم من عشرة الشيل؟ والله 10 من 10. ها؟ شيء مرتب 10 من 10. واخترت لون يكون مع الستيل انه مقارب من الستيل هذا. ركزت بهذه شطي ان اللون مقارب من هاللون، وشيء ضعيف على اساس انه لو تستخدم ماي شويه ما تهدر بالماء. عرفت؟ يعني لو بستخدم كذي ما يهدر، يكون الردي يطلع لك انك تقدر تستخدمه، يعني مو بايب متين هنا بايب الضغط. عرفت؟ هذا مال فلاتر يعني اللي يستخدمون. ها طيبة؟ اتمنى عجبكم يا المتابعين مثل ما انا عاجبني وعايز لي حيل. ممتاز. بعدين عاد نوريكم الطبخات والشغلات في راح نطبخ بالمطبخ. احنا ما ريناهم فيها ثلاث عيون، ما ادري اذا بين تصير ولا لا. الشوله فيها ثلاث عيون، خلنا نوريهم نظرة سريعة. والحين هذه الشولة عندنا ثلاث عيون، عين كبيرة عينين صغار. ها لا تكهربني يا معود. وهني هذه اللي هي مالت الشرارة. شوف الحين بنبطل مثلا هالعين على سبيل المثال، من تلف انت أول شيء هذه ما راح تطلع وياك غاز. هذا كله سيفتي، ما في غاز، ما في غاز، ما راح يصير الغاز إلا لما نضغط. من نضغط تسمعون صوت الغاز. من اضغط يطلع الغاز، الحين اضغط الحين اشتغلت. انطرها من تشتغل بعدين اهد على اساس تتم بالشبه هذه. نفس الطريقه اذا بشب واحده ثانيه اضغط اشتغلت وياي، ولما اهد بعدين تطفي. الحين انا بخلي هاي شغاله حلو، ابي اقصر عليها وابي اطفيها. نبي نطفيها شلون؟ نبيها ويا شغاله نطفيها شلون؟ قص على هذا. خلينا نجرب بالصغيره هذه، ايش رايك؟ يلا. قص على هذا. الحين هذه شغاله. حلو؟ قصر نبي نطفيها، الحين هي شغاله. ايه طفيناها، من تطفي خلاص يقطع الغاز على طول، الحين ما في غاز. لا تحركها، خلها شغاله. ها مره ثانيه. شغالة نقصر عليها، الحين شغالة كاهي الشعلة، يمكن ما تبين في النهار شعلة موجودة. خلاص ممتاز والله. خلاص الحين وقفت الغاز، ما تعطي غاز، لازم ترد تلف. شوف الحين لافها فل ما في غاز، متى يطلع الغاز؟ لما ارد اضغط. شوفوا تسمعون صوت الغاز. فخلاص من تطفي من الهواء ما راح يطلع
تقعد تعبي غاز والغاز كذي يطلع كله بالهواء، خلاص راح تفصل، يصير ما في اي غاز، خلاص منها تسكرها خالصين. شغل عدل والله، الله يبارك لك ان شاء الله. الله يسلمك، شيء مرتب. ايش قاعد تسوي؟ ما يدري على الكاميرا يمكن. شوف شوف سرحان ما ادري وين. ايشيك؟ 20 ثانية ما تدري ايش السالفة. قاعد اجرب هات منظم حق الغاز، بما انه حولته هو نظام اوروبي، في نظام امريكي واوروبي والنظام العربي مالنا هذا حق الغاز. فبعد ما سوينا التحويلة قاعد اجرب اقلل اقل شيء من المنظم، لازم منظم حق الشولة، وقاعد اجرب اعلى شيء قاعد اشوف شنو الفرق، هل اخليه على اقل قوة ولا اعلى قوة، وانا بطل شولة بس قاعد اراقبها. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. هذا بالبر، عبالكم بالجيزة صح؟ لا يا شباب بالبر. شوف الحطبه والليتات الزينه مالت العرس. شنو قلت؟ لا سلامتك. شنو يا اخوي؟ ايش قلت؟ انت القعده اللي قاعدها شي ولام الجدر وضع خطير. خطير والله. جدر عطلان. شنو؟ عطلان. منو عطلان؟ جدر. ليش؟ ما هو راضي يضغط. شنو قاعد يسوي ضغط؟ لا. شوف ما صار شيء. فضغط يدوي حاليا على ما استوي العيش. حل الامور يعني. السلام عليكم. وهي القطاوة. قص قص اللقطة اللي قبل شوي خاف شو اسمه يقول جدر خربان ما يصير. ليش تضايق؟ راح احط لقطة مساعة وهذه. لا احطها كلها. شفافية عنواننا طال عمرك. نعم. نعم نعم نعم. شفافية شنو؟ عنواننا. السلام عليكم. عنواننا شنو؟ عنواننا سنسر. دقة هذا. عنواننا سنسر. سكرت سكرت. شلون سكرته؟ سكر الحنفية بكبره. شي مخترع. شي خايف. عدل والله. برد يا اخوي برد. اي انت. تهفه بالماي؟ لا ما ابي حوسي بس بجرب السنسر. الشعلي 5 ستار ها؟ ما شاء الله عليك. لا يعطيك العافية شلي. الله يعافيك. والله يعطيك العافية على الوقفة الطيبة. الله يعافيك. شلي. هلا. اللقطة اللي مساع أنت لام الجدر. إيه. اللقطة اللي الحين قاعد كذي وقدامك الصينية. أنتوا قاعد تأذوني. ليش؟ ما أدري أطر منكم تاكلون. بسم الله. تشوي أنا أديكم تعال. تو قايل حياك تو. ريوق عطيب صمون يقطوني. هني شو السالفة؟ ترى تو قاعد يمثل، هذا تمثيلية تو قاعد. لا لا مو تمثيلية، فيلم هندي. أنا عمري مثلت على المتابعين الأعزاء كله شفافية، أنا معروف. معروف شفافية. قليلا معروف. هذا دخيل. السلام عليكم. هذا دخيل. وهذا؟ هذا قديم. شوفه شوفه اقول لك قديم شوفه قديم اقول لك يلا على طول قديم يلا شنو يلا يعني قاعد اكل بحاول اثبت لاني قديم يا معود بحاول اثبت يعني ما غسلت ولا شيء بس لازم انزين ما قلنا حق المتابعين شنو شنو العشاء ربيان شوفه شوف يا جامبو شوف 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 يا الحبيب شوف بسم الله يلا بالعافية بسم الله ولا قنبلة شو اسم الطبخة شنو بصلية ربيان شلون شي بصلية ربيان والله قنبلة يا جماعة شي صدق حيل حياك خلاف احييك ها حياكم يا شباب يا الله يحييك حلو اكون لابس وزار بعد قبل صافي يعطيكم العافيه يا شباب جوله ليليه
اشوف الليتات وبعدها نرجع ان شاء الله. شوف لي وين، شوف لي وين قاعد تشوف قدام. شوف الوضع الطبيعي، شوف شفت انه في نزول في ورا، شفت انعكاس مشوش ها، بس شوف اللي فوق يعطيني تركيز هني اكثر، عرفت؟ فلوش عاد عزم بار رايح قيرة. بيطيح البور عنده بسرعة. جيت صوبي بخالد ولا لا؟ انا شاب ليت على الطيس. تشوفه ولا بعد؟ الرست ما تقدر تطلع؟ لا يلا الله يعين. أبو خالد غرز، بنروح نشوف شلون غراسته وتغريسته. إن شاء الله تكون سهالة. شوف ليتي لا لا أنا ظهرك ما شفت شيء. شلون ظهري أنا رديت؟ بنزل بالسيارة بشوف شاي بالعيد فيها. شوف وينك مغرز حيل. شو نزلت؟ ليش نزلت انت؟ ما تشوفنا مساع فوق قاعد نمشي؟ قاعد تسمعني انت؟ اركب اركب. ما تحرك سيارة فين؟ جربت لو هاي دفلوك ما تحرك. شفت احنا وين صاعدين؟ لما امس قاعد ما ادري اليوم تسالني ليش ما تنزل تحت عن مشيه امس؟ ايه ان هذه ربابه؟ ايه تغرز فيها، فانا كنت صاعد فوق تنزلت تحت. المهم الحين طق اللو، عندك دفلوك ولا لا؟ مشغل كل شيء بالسياره. زين شك القري خفيف. شك قري وما تتحرك سياره. تواير مو قاعد يتحركون تخيل، بس هي خفيف خفيف، بس خل تحرك نتفه شي يعني، بس طمرها وهد. بس الحين رد طمرها طقه قدام ورد
رد طقها ورا ورد بس تطميره. بعد قدام ورد. انا ما بدور على الصينيه. زين عطها ورا. لو لو ان شاء الله امورك طيبه. عطها ورا ورا، حاول شوي تدز نفسك شوي. تبي نوخر الرام اللي على التاير ماله؟ جاهز ابو خالد؟ يلا بسم الله. الحين طبعا لازم الجير على ان عن طريق البلوتوث او الواي فاي. بسم الله. صعدة وقدامه صعدة، مضطرين نسوي كذي. بس هوب 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 هوب. وهذا ونش الور. أنا أبو خالد عطيت نفس الونش. ما شاء الله وأنا قاعد بسيارة حتى ما نزلت ولا سويت ولا شيء. بصعد شي طق دايري. الحين طفيه بس امورك بالسليم وانت بالسيارة. وهني عندك اذا تتركبه عن طريق الكيبل، ولكن عن طريق الواي فاي والبلوتوث وايد اسهل تشغله والتحكم فيه بكل اريحية. الحمد لله طلعت سيارة خالد. الحين نكمل طريقنا الى المخيم. اللي نزلنا منها العكس هناك زين. شنو راح تيجي هالطامر شيء زين شنو مو طيب. خالد الحين جرب قياسك. شوف 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 طبعا التوائري عشان ما نخربهم. شوف الجي بي اس يا جماعة، لما اقول لكم اذا ترد تبارك الرحمن. هاي طبعا كلها كشتات سابقة وقديمة. شوفوا 2017 2021 2019 2020 كل هذول كشتات قديمة. حلو، هذا مكان كشتتنا الجديد اللي انا فيه الحين. بس شوفوا التضاريس دار مداري، يعني كل طقس مبين
واضح وانا امشي ادري يعني شلون اقص لطوس. شوفوا شلون تضاريس جدا ممتازة. تمشي بكل اريحية بين لطوس. طبعا الخط الاحمر هو الخط الحالي بخطوط الزرق القديمة، ومن سيفه خلاص يتحول الى خط ازرق حاله حال قدم. ساعة طلعنا جولتنا هذه اللي بالاحمر، طلعنا ليه الخط الرئيسي، قعدنا نتمشى، طلعنا ليه تحت هني، هاي طلعتنا كانت. شوفوها طبيعي الخوف من عقب القلبة وعقب السيارة الجديدة وهذا؟ اي عادي. لما ترد؟ ها؟ لما ترد تاخذ الوضع. شفت الصعدة اللي انت صعدتها جنابي هذه؟ هذه انا كل ما اشوفها ارد انزل اشوف لي طريق ثاني او اني ابي اي مرة ثانية على سرعة. عادي عادي. عرفت؟ فلازم تكسر بس هالحاجز، ولكن مو زيادة عن اللزوم، عرفت؟ لكن نافع يا شباب، واليوم يومنا الأخير وفي نهاية يومنا. سامحونا ما صورنا في بداية اليوم، قعدنا استمتعنا في الأجواء تبارك الرحمن. يمكن الشمس حامية إلى الآن في هذا الوقت، ولكن الجو تبارك الرحمن ممتاز جدا، خصوصا في الظل. بالظل نهائيا ما تحس فيه الحرارة، ومستمتع لأبعد الحدود، ودرجة حرارة ممتازة ما شاء الله. درجة حرارة أمس وصلت 13، قبل أمس وصلت 11 في الليل. يعني شو اقول لكم، بدايه الموسم وما شاء الله توصل الى 11 و13. بس تبارك الرحمن قعده الليل ممتازه من المغرب، بالنهار شوي حراره في الشمس فقط لا غير. الحين انا في هواء يعني عادي نهائيا، مو حاس في ان الجو حار ومن هم قاعد اتاذى نهائيا، مو مؤذي الجو في هالوقت. زين، في نهايه كل طلعه دائما ننوه على بعض الشغلات مثل نظافة المكان. شعلي يا لنا، هلا شعلي. هلا بالحبيب. ها لا والله انا ما ابي اقول جاهزين، انتم مشيتوا عني كنا على طول، ما خليتنا ننهي مع المتابعين. في نهاية كل طلعة دائما نقول اترك المكان مثل ما كان، دائما النظافة موجودة. اذا بتقط شيء قط شيء حق عسكم الله الحيوانات تاكله فقط لا غير. باقي الاشياء كلها في مكانها المخصص، تاخذ لك كيس عسكم الله زبالة. وين كيس زبالة شعلي؟ موجود ورا. موجود، خلينا نروح نشوفه. تاخذ لك كيس زباله معك في كل طلعه كاهو، هذا هو مربوط هني ودابلينه كيسين ببعض. شوف عشان الشيء طاقه هني، ونخلي هذا الكيس اللي داخل هذا سيفتي، هذا مربوطين خلاص. بس نوصل برا عند مكان القمامه نقطه، ما تقطه حتى على الشارع، لا تقطه في مكان المخصص. ومكاننا ما شاء الله نظيف، بس ها قشر برتقال راح طبيعه الى الطبيعه. وعندك بقايا الرماد فقط لا غير راح تطير مع الهواء. بس بشكل عام اهم شيء ما في بلاستيك، ما في وسخ، ما في ولا شيء. الامور طيبه ان شاء الله. اتمنى استمتعتوا ويانا في بدايه انطلاقتنا للموسم، البداية نقول أول طلعة هذه رسمية إلى السعودية. شعلي كلمة حق المتابعين. هلا بالحبيب، مشتاق لهم والله. مشتاق لهم ها؟ وشون طلعتنا بشكل عام هالأسبوع؟ والله جميلة الصراحة، طلعة جميلة استمتعنا فيها، الأجواء كانت ولا غلطة صراحة 100%. بس قصرنا مع المتابعين ترى بالتصوير. والله قصرنا شوي بحكم إن إحنا قاعد نستمتع بالأجواء وكذي، مريحين بالنا أكثر من مركزين بالتصوير. مرات الجاية لازم شد حيلنا نعطيهم حقهم في التصوير. ونوريهم ان شاء الله اغلب اجواء الكشته. هو ما راح تقدر يعني كل مره تشوفون يمكن 20% من الكشته، حاول نزيدها 25 بالمره. يا سلام. برسلي. هلا محمد. حبيبي. هلا طال عمرك. كلمه حق متابعين يوتيوب. دام بدا الموسم يعني ما استمتعوا. الحمد لله استمتعنا اليوم باول طلعه حق الموسم. اليوم بس استمتعت امس وقبل امس. ان الويكند هاي طلعت بدايه الموسم يعني. عسى الله يحفظكم ان شاء الله. ويحفظك يا الغالي. ترى بورسلي تعرفون لما يقول جندي مجهول. الله يجزاك خير. بورسلي شنو؟
عطنا شيء عن بورسلي. والله جندي مجهول بس ها؟ والله كلمات ما تعبر صراحة. انت ليش تقول امساء بنزلك من السيارة؟ خرع بس. اه بس خرع ها؟ والله متعة يا شباب. متعة متعة متعة. النفود يمكن احنا وايد نحب النفود وايد لأبعد المراحل. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. يا سلام. وينكم؟ هنشوفكم. أول شيء تسويه إذا تركب السيارة. قاعد أجرب أحط الكاميرا هني. حسام الأمان. دعاء الركوب، دعاء السفر. لابد من الأذكار في كل طلعة. دائما ذكر الله يكون على لسانك أنت وربعك، ودائما ذكر. يعني حتى لو أنت ذاكر وما تقطع هالشيء ذكر ربعك، مو عيب. دائما نذكر بعض، مثل يمكن البداية أول ما قعدنا أبو خلاف أعتقد هو اللي قال لا تنسون مثلا دعاء المكان. هذه أحد الأشياء الأساسية في أي مكان تنزل له، تذكر دعاء المكان. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وبعدها هم لا تترك صلاتك، لازم في كل طلعة لازم تصلي، لازم تتعلم على أسس الصلاة اللي هي مالة السفر. وايد ناس تنقصهم هذه الأشياء، لما يسافر ما يدري شلون يجمع ويقصر والأمور هذه كلها، ودائما نشوفها في المحطات. يعني أكثر شيء في المحطات من نشوف محطة دائما الناس ضايعة. طبعا مو عيب إنك تسأل، وايد دبان، مو عيب إنك تسأل نهائيا، مو عيب. العيب إنك تخطئ وتستمر في الخطأ. يعني إذا شفت أحد أخطأ انصحه، بينك وبينه روح وكلمه، قول له ترى سويت هالشغلة الفلانية. ولكن إذا الشخص نفسه ما يدري ما يعرف، المفروض يسأل يتعلم. النت ما شاء الله شوف من وايد مشايخ يتكلمون عن وايد أمور، تقدر تتعلم هذه الأساسيات. يعني هذا شيء بالدين ما يصير تهده. طولنا يمكن على الشباب ناطريني، بس نصيحة كذي نقول على السريع. الحين نكمل طريقنا، حاط هذه الكاميرا ونشوف نبلش تصوير فيها. بسم الله. ونبطل الجي بي اس، شغلنا الكاميرا هنا. الحين ننتقل الى هالكاميرا. الحين احنا وياكم نشغل اللاسلكي. عدسة مالت الكاميرا. ها يا شباب، شباب يا شباب، يلا هلا هلا يا هلا. وايد دبان وايد. راح نروح الى الشارع، نحط احداثية الشارع. شباب لاين واحد. روح روح شر. وين ابو خالد؟ وين الشعلي؟ ما اشوفكم. موجود موجود.
حياتنا بينقلط يا شباب. ها بينقلط يا شباب ترى قص. ها شالي واقف فوق الحين. موجين توياتك شعر اللي ورا موجين. هذا الشيء اللي فوق لا بد نسحبه من ورا مو قدام. سكانك وايد رايح مشي على اليمين يعني حاول تلف يمين يسار. مدنقره هي بالنص انا كنت اشوف التواير مو وايد نازله. ما ادري ما اشوف بس كنا مدنقره لانه وين ترى جاي قاضب القاع لو ادري قاصه وانا بالبدايه. هم وقت الردة لازم تختار مكان مناسب ان الموتر يقدر يصعد او انت تقدر تصعد ان شاء الله بامان. ناخذها كذي من فوق نحكر نمرة نعطيها كذي خلاص هذه تكون نزلت ان شاء الله. هذول الشباب شوفوا ردينا لهم من ورا بسم الله شعلي وياه ارجع يلا مبوش 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 اقفل اقفل روح شعلي روح عاون الشعلي هي هي. كمل بخالد لا توقف لا تدوس وايد شيل تاير قدام قاعد يحاول يكسر. كمل شعلي لا توقف شعلي كمل اي كمل شعلي كمل تحرك تاير قدام قام يحوش رايح بيت البطاريه بس شعلي راح يريح خالد شوي بس وقف شعلي اي يلا كا بسم الله سلام. يا سلام يا سلام بس وقف شلون تجربة الونش؟ والله ممتازة، هذا بعد المكان يعتبر وايد شايل. ايه قاعد تسحب وزن وايد كبير يعتبر. بطارية 8 فولت قاعد ادوس بنزين اطلع الضغط. عاش وخلاف. قلت لكم جندي جندي مجهول. كاه شوف شوفوا خلف الكواليس. خلصنا وطلعنا من النفود. ما شاء الله. جميلة تبارك الرحمن. هاي شباب العموم على يدة شباب كنا هاو طلع من عندي
سموحه طلع مقصر حتى يعني ما كنت وياكم ولا شيء. في احد تكلم من اول ولا لا؟ ما طافك شيء، انا قلت خلصت اللعبه كانت تقول الكل علياته، قلت لك ايه وبس. خلصت اللعبه، تبغى تلعبون بعد؟ والله انا بنزيني تحت الربع يا اخوي. ابا خالد تفضل. شوف بالريشه فوق اعلى دقمه يسار، تضغطها مده يقفل على القناه اللي انت حاطها الحين. ايه هذه مو اللي تقفل الجهاز بكبره يعني، مو بس هذا. لا تقفل على القناه هذه. اللي حطيتها تو ضغطتها مده صارت. بس شوف الشاشه فيك شو اسمه مفتاح فوق وما راح تتغير يعني اذا تعبت ولا شيء. انتهينا والله الحمد، تفخنا توايرنا. طبعا اخر نقطه نتفخ تواير، كل واحد فخ تايره من الشباب. عاش برسلي، عاش ثيابك يا ابو محمد. يا هلا يا هلا. عاش شعلي، عاش بنقال، عاش خالد، عاش بنقال. ها شنو الحركات قاعد تسوي؟ نتفخ توايرنا. اي سلام. بس كذي نقدر نقول انتهت كشتتنا. لا اقول انتهت كشتتنا. انا اقول لك يعني انا الحين اليوم استانس من شغله. شنو؟ يعني احنا وايد حاطين اغلاط سيفتي كذي، والمره ما استعملناها مثلا الولف صغير هذا. ايه؟ الابره عرفته داخل ايه؟ الولف. ايه هذا يعني نادر ما تخترب وياك صح؟ صح. تو اختربت. شلون؟ عندي سيفتي تي كم سنه مو مستخدمهم. ايه؟ اليوم احتجتهم. واحد منهم اخترب، بدلت الابره، حطيت واحده جديده، اموري بالسيف. ممتاز. بعد شيء استفدت منه وايد. الشغله الثانيه احتجت فيوز حق الكمبريسر، للاسف انا ما عندي الحجم هذا. حلو. ولقيته عند ابو خالد. فالحين تحط الثاني بالزنقه. اكيد. اي اي يا سلام يا سلام يا سلام. اكيد. واستخدمنا الونش. استخدمنا الونش. نعم نعم. بس باقي شنو القص. نعم نعم. ما شاء الله. طبعا هذول احنا مو احنا نقول انه زين ان استخدمناهم. الافضل انك تجرب دام في بدايه الموسم عشان تكمل باقي الموسم ان شاء الله مرتاح، تدري ان كل اغراضك جاهزه. إيه تطلع وتدش مرتاح نفسيا وخلاص، حتى لو سمح الله صار معك اي مشكله إيه؟ تقدر تحلها وانت مرتاح، ما يحتاج تقعد تدور تحوس ابي لازم مدينه ان ابي الشغله كل شيء بارز. اي يعني كل شيء جاهز وامورك تكون بالسيفتي. يا سلام انت السيفتي حبيب أهل. الله يسلمك. باقي شغله اخيره. شنو هذه؟ ما قطيناها بالدرام. يلا وين الدرام؟ يلا يلا ندل درام بعد، يعني لا تقول لي نسيت. ايه كذي يلا خلاص. كل مرة هني خلاص حافظين وين مكان الدرام، تروح تقط شغلك في المكان المخصص. في ناس قدامنا عشان ما نصورهم. السلام الرحمن. ايوه يا الشعلي. هلا والله. ما تقطه بالشارع، ما تقطه عند الشارع، ما تقطه بنهايه اليادة. حتى هني لا تخليه، حتى هني ما يصير تخليه. يقطه داخل. بس خلاص. الله يعطيك العافية. انت البلدية تشوف شغلها. ايه. خليت البر نظيف، المكان نظيف. نعم. واستمتعت، حتى لما ترجع مكان ثاني انت راح تكون مستمتع ان شاء الله. يا سلام. الله أكبر. أذان العصر. الحين ندش نتوضأ ونصلي. ونمشي إن شاء الله إلى الحفر وبعدها إلى الكويت إن شاء الله.